شو اسوي يمه؟ فريقي عنده مباراه وانا ناقص اربع لعيبه. خلاص انا ابي اعذار. اللي صار صار الحين. ثاني مره اذا بتاخذ موظفين قول لي. لا لا، المعامله هذه خلي حمدي راجعني فيها. حمدي ما اجى على الشغل اليوم استاذ. خير، ليش؟ حمدي بالمستشفى. ايش فيه؟ ليش ما حدا قال لك طال عمرك؟ خلصت الدوام وانا طالع اركب العربيه بتاعتي، اسمع لك ناصر الله يطول عمره بندى عليه، مشيت عليه. قال لي يا حارس المرمى بيلعب معانا ما لاقي انه، والليله عندنا مباراه مهمه. اركب، ركبت معاه قايل ماشي نفتش لنا حارس مرمى. وصلنا الملعب قال لي البس. قلت البس؟ قال لي تلبس حارس مرمى. وجابوني وقفوني في الجون، وقفته. بدت المباراه، تاني ما شعرت باي حاجه. بيقولوا لي انه جات كوره ماشيه علي، لكن انا ما متذكر. يعني انت قبل كنت تلعب حارس مرمى؟ عمري ما لعبت كوره ولا مسكت كوره، بس عشان خاطر ناصر. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله بلان بهالكوره وبهالخرابيط. لا 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 لا، هذا وضع ما ينسكت عليه. من اليوم يا ناصر ما في شيء اسمه كوره. فريقك هذا اللي انت مسويه كنسله، رجع الخبابيس كلهم المخابز، ومن بكره انت بعد بنشوف لك وظيفه نشغلك فيها. يلا، بلا مضيعه وقت، بلا كوره، بلا خرابيط، ولا ايش رايك انت؟ يبقى الموضوع بس خلني اقول لك. ما ابي اسمع منك شيء. طلبتك يا ابو ناصر، خلني اسمع الولد شو يقول. تكفى طلبتك. علشانك بس يا ابو احمد، اشوف قول ايش عندك. يبا انت تبيني احل الفريق والغي عدل؟ اي نعم صحيح. زين يبا، ان شاء الله على هالخشم. بس اني طالبك، باكر عندنا اخر مباراه في الدوره اللي احنا نلعبها. حرام يعني اطلع الفريق واخرب المباراه النهائيه، حرام. لا لا لا، في هذه ويا حق الولد. لا تكسر بخاطر يا ابو ناصر، تكفى طلبتك، تكفى. ها ايش قلت؟ مبروكين. مبروك. زين يا شباب. مبروك مبروك. زين زين. مبروك الفوز. جود جود جود. ها مبروكين استاذ نصر. عايزك دقيقه. استاذ نصر، مبروك الفوز بالكاس. الله يبارك فيك. فريق اليوم كان في الموعد. كنا عايزين نعرف ازاي خططتوا للفوز. شوف انا هيئت الفريق يعني نفسيا وبدنيا وذهنيا، والحمد لله المدرب ما قصر. استاذ ناصر لازم عبلة سوي. انت وعدتنا تعمل لنا حفله داخل الفندق. مبروك لكم كلكم، والحفله مثل ما وعدتكم. تبينا اتصل واحجز لك قاعه في الفندق، ومره واحده اخلي الصحفيين والجرايد يجون هناك؟ لا يا راشد، بسويها عندنا في الميلس. ليش؟ عشان ابوي اللي يشوف الفرحه واللعيبه والفوز يمكن يخلي الفريق يستمر. يا ابو الكار يا ابو الكار. أقول أبوك شكله مستانس. الله يسمع منك، بس أنا خاف إنه منحرج ويجامل. لا لا، شفته صور مع اللعيبة وسوى معهم لقاء صحفي من ساعة، وأكو كنا سامي محرر الصحف الرياضية راح يسوي مع اللقاء. لا عم أبو نصر، بداية كده وبالصلاة على النبي عايزين نبارك لك بفوز فريقك الكبير قوي، فريق المخابز الدولية، بهذا الانتصار العظيم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لا لا لا، ايه صورة؟ لا صورة بدون بشت. لحظة لحظة، امسك شو لا يروح بعيد عني. لا لا يا الله، صورة كنت تطلع عدل. طبعا. يا الله يا تقول لي مو مستانس اكل بس البشت؟ بلا شك كان لرعايتكم واهتمامكم الكبير وارائكم الرياضيه الخلاقه دور كبير في هذا الانتصار. فايه تعليقك على فوز ابنائك الخبازين، قصدي اللاعبين، بهذا الانجاز الكبير؟ بالروح القتاليه والجهد والولاء للمخابز
وخطة المدرب. بنصر يعني لما مؤاخذة احنا شهدنا فريق المخابز طول الدورة بيلعب بطريقة 4-4-2، لكن في النهاية لعب بطريقة 5-3-2، وانت كرياضي كبير تعلم ان تغيير الخطة يربك اللاعبين، مع ذلك فريق المخابز لم يرتبك وقدم مباراة رائعة. الروح القتالية والجهد والولاء للمخابز وخطة المدرب. بناصر بصفتك الرياضي الأول في المخابز الدولية، بما تنصح اللاعبين؟ الروح القتالية والجهد والولاء للمخابز وخطة المدرب. برضو إلى آخر الزمان. شكرا يا عم بناصر. الله يسلمك. هلا هلا. طال عمرك. الحارس. بتاع قناة الدوري والكاس عايزين يعملوا معاك لقاء. حياهما. معاهم حمود سلطان؟ لا لا، ديل مش بتاع المجلس، ديل مرسل لك المندوب بتاعنا عشان يعمل معك لقاء. ايه حياهم الله، يشرفونا، عاد يتعشون معانا اول. ها؟ شوف مندوب حواوا العشاء. ها؟ ايه يا ابو الكار يا ابو الكار.